بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي اليوم إخوتي الأعزاء لنذكر ونستذكر ثورة عظيمة في تاريخ العراق الحديث، ثورة أنجزها الآباء والأجداد بوطنية عالية، أنجزها الآباء والأجداد بعراقتهم وبعراقيتهم، أقاموا لنا مجدا عظيما نذكره الآن بفخر واعتزاز، ونستذكر دروسه في التضحية والفداء والعزيمة والتصدي للأجنبي المستعمر البريطاني في ذلك الحين. واليوم نحن الأبناء لنا أن نستثمر تلك الدروس لأن نتصدى لكل عوامل الفساد وعوامل التخلف التي تحاول أن تنال أو نالت من حضارة العراق العظيم ومن مجده الأصيل التليد. اليوم نقف بين يدي الذكرى 100 وعامين لإحياء هذه الذكرى العظيمة لهذه الثورة، وهذه الوقفة يقيمها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية متبنيا شعار القوة الاجتماعية وأثرها في ثورة 20. يتناول فيها باحثون فضلاء جوانب من هذه الثورة، مستثمرين وعيهم التاريخي في النظر إلى هذه الثورة ومعطياتها ومبادئها وأهدافها وقيمها وما أنتجت من دروس وأفكار وصنعت لنا نحن الأبناء مجدا ومستقبلا عظيما. ستتناول هذه الوقفة ثلاثة أوراق، الورقة الأولى للأستاذ الدكتور عدنان سامي بعنوان دور المثقفين العراقيين في ثورة 20، والورقة الثانية للأستاذ حاتم الفلاحي دور العشائر في ثورة 20، والورقة الثالثة للأستاذ الدكتور مثنى حارث الضاري بعنوان مشاركة علماء الدين وأثرهم في ثورة 20. طبعا الوقت 20 دقيقة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا الأكرم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الأعزاء الأكارم، أساتذتي الأفاضل، بدءاً لا بد من شكرنا الجزيل للسادة الأفاضل القائمين على مركز الرافدين راسام للدراسات الاستراتيجية للدعوة الكريمة للمشاركة في ذكرى عزيزة وغالية في نفوس العراقيين جميعاً، ألا وهي 200 لثورة 20 التحرورية. كما هو معلوم، تعد ثورة 20 من أبرز الأحداث في تاريخ العراق المعاصر، ويمكن القول أن أحداثها تؤلف مرحلة قائمة بذاتها إلى حد كبير، كما أنها تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة، لا سيما في نتائج أحداثها أثرت بشكل واضح في الحياة الفكرية والسياسية في العراق. وعلى هذا الأساس حظيت الثورة باهتمام كبير من لدن الباحثين في العراق وخارجه، وتصدت دراسات علمية كثيرة لجوانب متعددة من الثورة، في حين أن جوانب أخرى للثورة ما تزال بحاجة إلى مزيد من التقصي والبحث، وبحكم ذلك تغدو ورقتنا المتواضعة عن دور المثقفين في الثورة إسهاماً لما للمثقفين من دور مهم في الإعداد للثورة وفي تحريك الحس الوطني وتعبئة الجماهير وتحشيدها. إذن قبل الدخول لا بد من توضيح
مسألتين أساسيتين: الأولى من هو المثقف، والثانية لماذا سميت الثورة وما هو تعريف الثورة. جانب المثقف كما هو عرفه البعض، والبعض وله صفات ومواصفات. قسم من الأوروبيين عرفوه بمثلا شيلر يقول: المثقفون هم قطاع بين المتعلمين يسعون إلى صياغة ضمير مجتمعهم ليتجه اتجاها راشدا ويؤثرون في القرارات الكبيرة لهذا المجتمع. أما فوير يقول بأنه الشخص الذي تمتد أفكاره إلى نطاق أبعد من مهنته ويهتم بالقضايا والمشكلات الحقيقية. سارتر يعرفه انطلاقا من أدواره التاريخية ووظيفته المجتمعية، وهنا الأساس، فيقوله فهو صاحب موقف ملتزم والمنحاز إلى القيم والعدل والحق والنيات الحسنة قبل أن يكون تقنياً ومتخصصاً بفروع العلم. وأقولها وبشكل مختصر: المثقف هو من يمتلك الوعي، هذا الوعي يؤدي إلى موقف مبدئي. إذن على هذا الأساس هذا هو المثقف الملتزم. هل هنالك مثقف غير الملتزم؟ نعم، المثقفين ثلاثة أنواع: المثقف المبدئي الملتزم، والمثقف الصامت، والمثقف المتلون يتلون كيف تميل الريح. صفات المثقف الملتزم: الأولى الصدق، لأن الكذب يضعه في موقف حرج في أعين الناس. كما أن المثقف لا يميل إلى الثرثرة، ولا يميل إلى الكلام الكثير، ولا يفرض آراءه على من حوله. اثنين، يقدر أن مواهبه دون المثابرة لا تدرك. ثلاثة، التعاطف، يتسم المثقف بأنه شخص عاطفي وحساس تجاه الأحداث التي تجري في العالم، والتعاطف والتسامح أساس النجاح في العلاقات الاجتماعية. عنده كرامة، عنده تواضع لا يمتلك صفة الغرور، ويحترم الأشخاص الآخرين وآراءهم. هذه صفات المثقف. لا يخفى على حضراتكم، نحن نعرف المصطلحات: أكو الثورة، أكو انتفاضة، أكو انقلاب، أكو تمرد، أكو عصيان. الثورة هي تغيير جذري وشامل لكل مناحي الحياة. فالآن تساؤلنا بعد المثقف: هل حد أحدثت الثورة تغير جذري؟ سنرى أنه هل أحدثت في عقل المحتل تغير في الاستراتيجية التي كانت يتبعونها، ثم توصلوا إلى قرارات تغيرت باتجاه العراقيين بعد أن علموا أن هذا الشعب لا يمكن قيادته، لا يمكن أن يبقى تحت الاحتلال، لا يرضى الضيم. ولغرض تسهيل دور المثقفين ارتأينا بالورقة أن نقسم فئات المثقفين العراقيين إلى ما يلي: أن القسم الأول هم الموظفون والضباط، الثاني رجال الدين، الثالث الخطباء والشعراء، الرابع الكتاب والصحفيين. الحقيقة طالما أن الندوة، وأيضا الندوة عنوانها القوى الاجتماعية، كان بدي أن نعرف هل للمرأة العراقية دور في ثورة العشرين. حقيقة جلب انتباهي عندما كنت أبحث، طلع عندي بحث رسالة ماجستير في جامعة بورسعيد كلية الآداب: الدور الوطني للمرأة العراقية 1920-1958 للباحثة، وهي معيدة بقسم التاريخ والحضارة في كلية الآداب جامعة بورسعيد، فاطمة يوسف. عند الدور الوطني للمرأة العراقية 1920-1958، يعني خلال العهد الملكي. فإذا كان بدي أن نضيف للمرأة، لأن المرأة من قريت حقيقة موقف تثير الحماس عند يعني عندهم مواقف رائعة، يعني قسمتها إلى ثلاثة أنواع: المرأة البدوية، المرأة الريفية، المرأة الحضرية، وكل واحدة منهم لها دور في إثارة حماس الرجال. نعم، نرجع
مما يلحظ أن الفئة المثقفة تركزت بصورة عامة في مراكز المدن وخصوصا في العاصمة بغداد، فقد كانت مركزا للأحزاب السرية، راح أستعجل لأن حددوني بوقت، مركزا للأحزاب السرية كحزب العهد وحرس الاستقلال وغيرها من التنظيمات. كان عدد، طبعا أنا اختصرت لأنه أكو تمهيدي فرشة ما راح أحكيها لأن راح يحكوها الأساتذة الأفاضل. كان عدد من رجال هذه الأحزاب على اتصال وثيق ببعض مناطق العراق، خاصة المراكز الدينية، لما لهذه المراكز من تأثير في شيوخ العشائر والتجار وسكان المدن والأرياف. لذا أن نرى أن فئات مختلفة من المثقفين العراقيين لهم دور واضح في مقاومة الاحتلال، واعتبروه أمراً ذا أهمية خاصة. كذلك دور المثقفين كمحركين للجماهير من نشاطاتهم، من خلال نشاطاتهم وفعالياتهم في الشرائح الاجتماعية. رغم هذه الفئات، كانت حقيقة الفئات المثقفة كانت اتجاهاتها مختلفة، تعرفون اتجاهات السياسية، لكن كانت تجمعهم رغبة واحدة هي التحرر والاستقلال. إذن عندهم هدف رغم الاتجاهات الفكرية مالتهم والاختلاف في الرؤى، لكن في موضوع هو التحرر والاستقلال. الفئة الأولى هي من الموظفون والضباط. الضباط معظمهم إما تركوا صفوفهم في الجيش العثماني وانضموا إلى الثورة، أي ثورة الحجاز في حزيران 16 حزيران 1916، في 10 حزيران 1916 عندما أعلن الشريف حسين أمير مكة ثورة العرب سمى، وبعدها عملوا في الحكومة العربية بدمشق مع الأمير ثم الملك فيصل في دمشق. البعض الآخر بقي في الجيش التركي ولكنهم يريدون العودة إلى الوطن. كان أكثرهم من حزب العهد الذي كان له دورا أساسيا ومهما في تلك الحقبة من تاريخ العراق. بعد يعني انسحبوا من حكومة دمشق العربية، انقسم الحزب العهد إلى قسمين، سمي بحزب العهد العراقي وحزب العهد السوري. وعلى هذا الأساس تشكل حزب العهد العراقي في بغداد وعام 1919 وبرئاسة سعيد النقشبندي، والشيخ سعيد النقشبندي وهو من كبار علماء بغداد وله دور كبير في الحركة الوطنية كما كانت تسمى آنذاك. هناك بذاك الفترة يعني كان المحتل البريطاني من خلال مذكرات ميس بيل تقول سميهم المتمردين، في حين هم كان بذاك الفترة الشعب يسميهم الحركة الوطنية. وكان المحتل الإنجليزي يسمونهم المتمردين. في هذه السنة أيضا 1919 أبدل حزب العلم، أو كان ما تعرف بجمعية العلم السرية في الموصل، باسم حزب العهد، وأصبح منذ ذلك الوقت فرعا للعهد. كانت الصحف والمنشورات والرسائل السرية تهرب بانتظام من سوريا إلى العراق عن طريق النجف والموصل، ومنها إلى فروع حزب العهد في العراق من أجل تنمية الحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال. قرر حزب العهد أن يتخذ من مدينة دير الزور قاعدة لنشاطه الموجه إلى العراق لقربة من العراق، واثنين دير الزور كان منه بها الحاكم العسكري آنذاك هو مولود باشا مخلص. فإيش أوعزوا؟ أوعزوا إلى قادة الحزب بتبليغ الضباط والجنود في الجيش العربي السوري في حكومة دمشق العربية بتقديم استقالاتهم بحجة عودتهم إلى الوطن والالتحاق بمعسكر التدريب في دير الزور للتهيئ للثورة. وهكذا تم الاتصال بين الموظفين والضباط العراقيين في الشام والعراق، كما ساعد وصول بعض الضباط العراقيين الذين سرحوا من الجيش العثماني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى على تعزيز، لأنه مثقفين، الروح الاستقلالية في نفوس العراقيين بما نشروه من رؤى ودعايات وروايات. الآن نشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي
كان المثقفين العراقيين من خريجي المدارس العراقية العثمانية، يعني طبعا واحد يقول مين جو هذول المثقفين؟ هل كان اكو مدارس؟ كان اكو كليات؟ كان اكو فد شيء؟ طبعا كان لفئات المثقفين من خريجي بغداد واسطنبول التي تمتد، تمت في العقدين الأخيرين. نحن عم نتناقش العقدين الأخيرين وخصوصا بعد عهد المشروطية اللي صارت عام 1908 في الدولة العثمانية. في العقدين وتألفت من الضباط والموظفين، هاي من الفئة المثقفة اللي كانت هاي الفترة اللي خلصت من بغداد واسطنبول، من ضباط، موظفين، محامين، أطباء، معلمين، طلاب مدارس عالية، دور واسع ومهم في نمو الروح الوطنية بين العراقيين وحثهم على مكافحة الاحتلال ومقاومة الاحتلال البريطاني. تساؤل، هذه الفئات المثقفة التي ذكرناها آنفاً والمتنوعة الاختصاصات والشهادات، هل كان يوجد مدارس ابتدائية وأعدادية وكليات في العراق؟ سأتلو على مسامع حضراتكم إحصائية عن المؤسسات التعليمية في العراق للسنة الدراسية 1913-1914، عام الدراسي نحن نسميه. كان هنالك 118 مؤسسة تعليمية، فيها 7988 طالب، وفيها 402 مدرسة موزعين على الشكل التالي: 160 مدرسة ابتدائية وعدد تلاميذها 6656 تلميذ، وعدد معلميها 321 معلم، 4 مدارس إعدادية وسلطانية وعدد طلابها 818 طالب وعدد مدرسيها 49 مدرس، 3 دور للمعلمين. طبعا الدور تعرفون حضراتكم ايش كانوا يسموه، دور المعلمين العالية اللي الآن عندنا تعادل كلية التربية تخرج يعني مدرسين. 3 دور للمعلمين وعدد طلابها 170 طالب وعدد أساتذتها 22 مدرس. 2 كليتين للحقوق وعدد طلابها 244 طالب في كلية الحقوق وعدد أساتذتها 22 أستاذ. طبعا هذه مذكورة بالتفصيل عدمن يذكرها، ساطع الحصري مذكراتي في العراق اللي صدرت في بيروت 68، لأنه تعرفون حضراتكم جاء مع الملك فيصل الأول وغدا مديرا للمعارف العام ووضع أسس مناهج التربية في العراق. هنالك لا بد من ذكر ومعرفة أسماء بعض الضباط الذين عادوا إلى وطنهم العراق في ظروف مختلفة وأوقات متفاوتة في الحركة الوطنية والأحزاب السياسية وتأجيج الثورة والمشاركة فيها. ولهذا كان من الطبيعي أن تستخدم سلطات الاحتلال أسلوب القوة والبطش والتنكيل ضد المناوئين لسياستها والمحرضين على مقاومتها، وألقت البعض منهم القبض على كثير منهم، بينما التحق البعض منهم بجبهات القتال مشاركين الثوار عملياته. يعني تبهيئة راح أبين الآن نماذج منهم شلون توزعوا، إيش الفائدة منهم في جبهات القتال. مثلا التحق الثوار مثلا في كربلاء والنجف والكوفة والسماوة وبعقوبة والفلوجة، من أبرز الأمثلة مثلا أرسل محمود رامز وعارف حكمة إلى النجف للإشراف على الثوار. أرسل إرسال، طبعا من أرسلهم مو بكيفهم، قيادة حزب حركة الاستقلال هو ينظم التوزيع. حسين علوان وشاكر محمود أرسلوا وين؟ أرسلوا إلى الكوفة لأن خبيرين اختصاصهم صنف مدفعية ليشرفا على المدفع الذي استولى عليه الثوار، وبوساطته تم إغراق الباخرة فاير فلاي، كما توجه إلى بغداد الضابط سامي النقشلي باسم محمود التركي قاصدا كربلاء ومنها إلى النجف، ولأنه مدفعي أرسل إلى جبهة السماوة. شكرا جزيلا. نشكر الأستاذ الدكتور عدنان سامي لعرضه المفصل عن دور المثقف العراقي سيما العسكري، وبالتأكيد ثمة أدوار فاعلة للخطباء والكتاب والشعراء وبقية المثقفين، وهذا أمر يعني واقع في تلك الثورة العظيمة.
وهي ثورة شاملة كما تعرفون من جنوب العراق ووسطه وشرقيه وغربيه وشماله، وجميع الأطياف العراقية شاركت فيها، وكما تعرفون جيدا أن ثورة عراقية بامتياز، وقدم فيها الإنسان العراقي بوعيه إن صح التعبير الفطري في الانتماء الوطني، يعني الطابع العشائري ربما هو الأبرز في هذه الثورة، ودور المثقفين أيضا متوافر، ودور علماء الدين متوافر، لكن الطابع القبلي العشائري هو الأبرز والأوضح. ومعلوم في العشرينات لم تكن القبائل العربية العراقية على مستوى عالي من يعني التعليم أو الثقافة أو الدراسة، إنما بانتمائها الوطني الفطري الملتزم بقيم هذه الأرض، بقيم العراق وبأصالة العراق، هي انتفضت مع من انتفض من الثوار من المثقفين والعسكريين والعلماء والخطباء والمرأة إلى غير ذلك. فيتضح دور العشائر أكبر في هذه الورقة التي يتناولها الأخ الأستاذ حاتم الفلاحي بعنوان دور العشائر العراقية في ثورة العشرين، ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السادة الحضور، السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة لقد لعبت العشائر العراقية دورا كبيرا في ثورة العشرين، وأجرت تغيرات مفصلية في حركات التحرر في المنطقة بشكل عام. وقبل أن أخوض في دور العشائر في ثورة العشرين، لابد لي أن أعرج على مسرح العمليات في العراق بشكل عام. فانتهاء الحرب العالمية الأولى وإعلان الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين بن علي قادت المنطقة إلى تغيرات كبيرة، أدت إلى تقاسم المنطقة بين الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، الأمر الذي جعل العراق يخضع إلى الاحتلال البريطاني. يضاف إلى ذلك أن هذا الاحتلال تحول بعد مدة إلى سلطة انتداب، وبالتالي شكلت هذه المرحلة مرحلة مهمة من تاريخ العراق الحديث وتكوينه السياسي والجغرافي، خصوصا وأن حركات النضال الوطنية تصاعدت بشكل غير مسبوق، واتخذت واجهات وصور متعددة، تمثلت بالمظاهرات السلمية بداية، والمطالبات العلنية التي تنادي بخروج القوات المحتلة من العراق، وصدرت بذلك الفتاوى الدينية من قبل رجال الدين التي تحث الشارع العراقي على الجهاد ضد القوات الإنجليزية المحتلة. وقد انتشرت في هذه الفترة المناقب النبوية والمواليد والمهرجانات والمنتديات الشعرية والخطابية لتأجيج الروح الوطنية التي تلهب المشاعر الحماسية التي تثير النفوس، بحيث تحولت هذه المناسبات إلى حفلات سياسية أظهرت الكثير من الشخصيات الثقافية والعشائرية والسياسية التي أخذت على عاتقها مسألة التصدي للقوات المحتلة. لقد قسم العراق من قبل القوات البريطانية إلى ثلاثة مناطق عسكرية. المنطقة الأولى هي المنطقة النهرية والتي تمتد من البصرة إلى الخط الوهمي بين الكوت والناصرية، وبما فيها مركز المدينتين، وكانت في هذه المنطقة ثلاثة أفواج هندية لحراسة القاعدة البحرية وحراسة الأسرة والسكك الحديدية في الجزء الجنوبي من وادي دجلة والفرات. المنطقة السابعة عشر وتشمل جميع مناطق الفرات الأعلى وكركوك وجنوب كردستان، بما فيها فرقة عسكرية تتواجد في الحلة وكركوك والرمادي. المنطقة الثالثة وهي المنطقة الثامنة عشر وتشمل بقية الأراضي العراقية التي تمتد إلى زاخو شمالاً، وتوجد فيها فرقة عسكرية واحدة في كل من الموصل وتكريت وبيجي. يضاف إلى ذلك بأن القوة الجوية البريطانية التي كانت متواجدة في العراق تمثلت بسربان، هم السرب السادس والسرب الثلاثون، ولم يكن في بغداد سوى ثلاثة قطع من هذه الطائرات، بما فيها قسم من هذه الطائرات كانت في إيران، ولكنها تعود بالنسبة للقيادة إلى قيادة القوة الجوية المتواجدة في العراق. إن إخفاق الحركة الوطنية والشعبية في إخراج المحتل بالطرق السلمية قادت النخب الوطنية والعسكرية والدينية والثقافية والعشائرية إلى الدعوة إلى استخدام النضال المسلح لإخراج القوات المحتلة من العراق، وبالتالي بدأ العمل العسكري يتصاعد بشكل كبير جدا في العراق،
بحيث اعتبرت ثورة العشرين من أهم الثورات المسلحة في تاريخ العراق الحديث، والتي لعبت دوراً كبيراً في مواجهة القوات المحتلة وساهمت في إجراء تغيرات مفصلية. أدت هذه الثورة إلى إجبار الاحتلال على تغيير سياسته في كثير من مفاصل العراق لحين خروجه الكامل من العراق. وسأتكلم عن الجانب العسكري بداية لثورة العشرين. في شهر مايو عام 1920 بدأت العمليات العسكرية العشائرية تتصاعد بشكل ملحوظ، وبدأت بتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف قطع طرق المواصلات للقوات البريطانية ومحاصرتها، ومنها العمليات العسكرية التي نفذتها مجاميع من عشائر مختلفة من شمر طوغة وبقيادة فهد البطيخ، وكذلك كلفت بمهاجمة سكك الحديد التي تربط مدينة بغداد مع مدينة تل العفر، حيث سلكت القوة المهاجمة طريق دير الزور حديثة بيجي وصولاً إلى منطقة عين الدبس التي تبعد 20 كيلومتر عن مدينة بيجي، وتم تدمير إحدى القاطرات التابعة لقوات الاحتلال البريطاني التي كانت محملة بالمساعدات العسكرية والإدارية التي كانت قادمة من بغداد لتعزيز القوات البريطانية في مدينة تل العفر. هذا الأمر شجع الكثير من القوى العشائرية على أن تستخدم السلاح في مواجهة القوات المحتلة. بعد ذلك بدأ العمل العسكري يأخذ ترتيبات جديدة، خصوصاً مع دخول الكثير من القيادات العسكرية على خط العمل المسلح مع العشائر. فبدأت الحملة العسكرية من قبل بعض الضباط الوطنيين العراقيين الذين يتواجدون في مدينة دير الزور، ومنهم جميل المدفعي، ومنهم أيضاً علي جودة الأيوبي، وكذلك عبد الحميد صالح عبد القادر الدبون. هؤلاء القادة أخذوا يجمعون الكثير من القطع العسكرية بالنسبة للأسلحة والأعتدة، وأخذوا يفاتحون الكثير من العشائر في المنطقة للقيام بعمل عسكري، وتم الاتفاق على أن يكون بداية العمل العسكري في شهر حزيران باتجاه مدينة تل العفر، ثم بعد ذلك إلى مدينة الموصل. في 26 أيار وصلت أخبار مؤكدة للقوات البريطانية تفيد بأن هناك قوة عراقية مسلحة بقيادة الضابط العقيد الركن جميل المدفعي تتقدم باتجاه مدينة أو بلدة الفضغمي، وهي تحاول تأليب العشائر ضد القوات البريطانية. وإن المساعد السياسي لحاكم تل العفر يؤكد بأن هناك محاولات قوية بمساندة العشائر ترمي إلى طرد القوات المحتلة من المدينة، الأمر الذي قاد إلى أنه تقوم القوات البريطانية بإجراء استطلاع جوي واستطلاع أرضي لهذه المنطقة، ولكن هذه الاستطلاعات لم تأتي بمعلومات مفصلة عن تقدم القوى العشائرية. استمرت القوة بالتقدم، وتم وضع خطة عسكرية تتضمن الدخول إلى مدينة سنجار في البداية، ثم بعد ذلك تبين بأنه مدينة سنجار فيها رئيس الطائفة الإزيدية تربطه علاقات قوية مع المحتل، وبالتالي لا يمكن المغامرة بالدخول إلى هذه المدينة، فلذلك اتخذت القوة مسار آخر بالتقدم خارج مدينة سنجار، أي تجاوز مدينة سنجار باتجاه تل العفر. ثم صدرت الأوامر من قبل جميل المدفعي إلى عبد الحميد الدبوني بالتقدم بمحورين للهجوم على مدينة تل العفر، وفعلا نجحت الحملة العسكرية في السيطرة على مدينة تل العفر وتحريرها من القوات في 4 حزيران عام 1920. وشارك في هذه الحملة الكثير من العشائر العراقية، وأخص منهم عشائر الجبور وعشائر شمر والعقيادات وطي والجحيش والبقارة. وقد استشهد في هذه المعركة الشيخ صالح الأحمد الخضير الجحيشي عندما حاول اقتحام دار مساعد الحاكم السياسي في تل العفر، مما أدى إلى استشهاده، وقد انتهت هذه المعركة بتحرير مدينة تل العفر. بعد ذلك تم الاتفاق على أن يكون هناك تقدم باتجاه مدينة الموصل، وتم الاتصال بالكثير من عشائر الموصل، وخاصة بجمعية العهد السرية التي كانت تعمل في الموصل بشكل كبير جدا، وكان لها تأثير كبير بالنسبة للداخل الموصلي. وقد فعلا تم الاتصال معهم، وتم الاتفاق على أن يكون الهجوم على مدينة الموصل يوم 8 حزيران، وتم تقسيم المنطقة إلى 5 مناطق في داخل مدينة الموصل، وتم توزيع الأسلحة والأعتدة،
ولكن خلال هذه الفترة حصلت تطورات أدت إلى تأخر القوة العسكرية المسلحة بالمنطلقة من تل العفر باتجاه مدينة الموصل، كما تدخلت القوة الجوية البريطانية والتي حالت دون وصول القوة في الموعد المحدد، مما تم تأجيل هذه المعركة إلى وقت آخر. حقيقة إذا أرد أن أتكلم بشكل عام عن مجريات العمل العسكري لثورة العشرين، فأنا أعتقد بأني أحتاج إلى وقت كبير جدا، ولكن أحاول الوقوف على محطات مهمة من هذه المعارك التي جرت في العراق. خلال هذه الفترة تصاعد العمل العسكري بشكل كبير جدا، وتصاعد الحراك السياسي أيضا. ففي بغداد حصلت العديد من المناوشات، خصوصا بعد أن كان هناك منقبة نبوية في جامع الحيدر خانة، تم إلقاء العديد من القصائد، مما أدى إلى اعتقال قسم من هؤلاء الشباب، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات عارمة في هذه الفترة، مما جعل المتظاهرين ينتدبون أكثر من 15 شخصية عراقية لمفاوضة المحتل على عملية الخروج من العراق. هذا الأمر قاد إلى حراك في المناطق الجنوبية أيضا، وأذكر هنا مسألة جبهة الرميثة. جبهة الرميثة حقيقة هذه الجبهة لم تكن ساخنة بشكل كبير جدا، ولكن كانت هناك اجتماعات متعددة جرت في مدينة كربلاء وجرت في مدينة النجف لكثير من شيوخ العشائر والكثير من الشخصيات الدينية، وكانت هناك فتوى دينية أطلقتها عدد من المراجع في تلك الفترة على ضرورة مقاومة الاحتلال، وتم في خلال هذه الفترة التوقيع على مضبطة من قبل شيوخ العشائر ورجال الدين وبعض الشخصيات الثقافية على مجابهة الاحتلال وتصعيد العمل العسكري في المناطق الجنوبية. جبهة الرميثة والتي تسمى الأبيض وتسمى في تسمية أخرى العوجة، وهو الاسم الغالب على مدينة الرميثة، تقع على الضفة الشمالية لنهر الفرات، وتبعد عن مدينة الديوانية 62 كيلومتر، وتبعد عن السماوة 26 كيلومتر. كان الحاكم السياسي للواء الديوانية من أشد الحكام وطأة على الأهالي في هذه المناطق، وتقطن هذه اللواء قبائل من بني حشيم التي تعتبر من أشجع القبائل العراقية في هذه المنطقة، في منطقة الفرات الأوسط، وأبعدها رضوخا للحاكم البريطاني. تلقى الحاكم السياسي معلومات تفيد بوجود اجتماعات في مدينة النجف وفي المشخاب، وهناك خطب وقصائد شعرية تثير الحماسة ومهيجة للرأي العام العالمي. خلالها الرأي العام يعني بشكل عام، خلال هذه الفترة اتخذ قرار الحاكم العسكري بالتنكيل والبطش برؤساء العشائر في هذه المناطق، خاصة في مناطق الديوانية والرميثة والسماوة وعفك والدغارة. لذلك أرسل من يستدعي الشيخ شعلان أبو الجود والشيخ شعلان غثيث الحرجان لإرسالهما إلى الديوانية مخفورين. تلقى الشيخ شعلان هذه الدعوة من حاكم الرميثة بالحضور، وهو كان في ضيافة أحد المشايخ اللي هو الشيخ غثيث الحرجان. وخلال هذه الفترة اتفق الشيخان على أنه يتم حضور أحدهما إلى الحاكم العسكري ليتبين نية الحاكم العسكري، هل هي لغرض التشاور أم لغرض الاعتقال يعني. ففي اليوم التالي تم الإرسال إلى الشيخ شعلان أبو الجود، وفعلا حضر إلى الحامية البريطانية في الرميثة، وعندما وصل وإذا بألقاء الحاكم العسكري يقوم باعتقال الشيخ، وما كان من الشيخ إلا أن يرسل رسالة إلى أخيه الشيخ غثيث يخبره بأنه يحتاج إلى 10 ليرات ذهبية تركية، وهي رسالة حقيقة مبطنة تعني بأنك يجب أن ترسل لي 10 رجال يحملون أسلحة حديثة لغرض التخلص من الأسر أو الاعتقال الذي جرى في مدينة الرميثة. وهكذا تم فهم الرسالة من قبل الشيخ، وتم إرسال 10 شخصيات. هذه الشخصيات ذكرها الكثير من المؤرخون، ويعني موجودة الأسماء ولكني أطيل في هذه المسألة. وفعلا وصل هؤلاء الأبطال إلى مدينة الرميثة، وتم الدخول إلى مخفر الشرطة وقتل شرطيين من القوى المتواجدة وإطلاق سراح الشيخ. بعد هذه الحادثة انطلقت الثورة في مناطق الجنوب في 30 حزيران. طبعا الحادثة حدثت في يوم 29/30، وهذه الحادثة هي التي أشعلت فتيل ثورة العشرين بشكل كبير جدا. وإنما هذه الثورة كانت لها مقدمات، بدأت من مدينة تل العفر ومن العمليات العسكرية التي انطلقت قبل هذه الفترة باتجاه
قطع طرق المواصلات وضرب سكك الحديد وقطع الطرق النهرية وطرق المواصلات البرية. جميع هذه العمليات تكللت شرارتها الأساسية في 30 حزيران عندما بدأت العشائر تنتفض الواحدة بعد الأخرى لتهب مناطق الجنوب ويتم قطع سكك الحديد ورفع السكك من الأرض وقطع طرق المواصلات ومهاجمة الحاميات البريطانية في هذه المناطق. من أبرز العشائر التي شاركت في القتال هي عشيرة الظوالم، قبيلة الجبور، عشيرة زوبع، بني تميم، هاي بشكل عام يعني، عشيرة العزة، عشائر ربيعة، عشائر شمر، هاي بشكل عام يعني العشائر التي شاركت في القتال في هذه المنطقة. وما يجري في هذا في الآن في العراق ما هو إلا صورة غير صحيحة للوضع العراقي الطبيعي الذي نشأ عليه العراق منذ عام 1920 واستمر إلى الاحتلال عام 2003. وشكرا جزيلا وعذرا على الإطالة. شكرا للأستاذ حاتم الفلاحي. لا شك بأن من قام بثورة 20 رجال أبناء رجال، ولم يكونوا أشباه رجال، ولم يكونوا بحلوم ذوات الخلخال، إنما مضوا كما قالت الهزوجة لهذا اليوم، ربيت وهزيت لهذا اليوم، نعم لليوم الرجولي الذي يثبت فيه العراقي أنه جدير بهذا الانتماء الأصيل لهذا الوطن المفدى الذي له في عمق التاريخ 7000 سنة، نعم الذي رضع من تلك الصدور الطاهرة العفيفة النقية الشريفة الحليب العراقي النقي لا يتساوى مع من رضع الحليب الجاهز الآتي من وراء الحدود، لا يتساوى. لنا في أصالتنا العراقية على مدى التاريخ مواقف ولنا ثبات، وستمر هذه الأزمات وتمر كل، والعراق مر بأزمات كثيرة، سيمر اليوم المظلم وتأتي الشمس، تأتي الشمس العراقية الأصيلة كما قال السياب رحمه الله: الشمس أحلى في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن العراق. الورقة الآن للدكتور مثنى حارث الضاري بعنوان مشاركة علماء الدين وأثرهم في ثورة 20، يتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، وشكرا للإخوة في مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية على هذه الدعوة الكريمة، وللأخ مدير الجلسة والإخوة الباحثين. هذه الورقة هي مشاركة علماء الدين في ثورة 20 وأثرهم فيها. وقبل أن أبدأ فقط أقول بأن الثورة، ثورة 20، ما زالت إلى الآن فيها أشياء كثيرة لم تعرف ولم تعلن، ومن هنا فحديثنا ليس تكراراً وإنما هو محاولة لإلقاء الأضواء على كثير من الجوانب التي تكاد تكون خافية أو لم تحظى بكثير من التفصيل. فكل ندوة نكتشف جديد، ومن ذلك يعني فقط ملاحظة سريعة على كلمة الأستاذ حاتم الفلاحي فيما يتعلق بأثر العشائر في الثورة. الشيخ محمد رضا الشبيبي، وهذه قبل أيام قرأته في كتاب المعروف الثار المعروف رئيس المجمع العلمي العراقي والوزير والأديب، عنده كتاب رحلة في بادية السماوة، والسماوة المقصودة في الأدبيات العربية القديمة هي الشامية الآن، يعني بادية الشام والعراق. يقول: عدنا من السماوة، كتابه رحلة في بادية السماوة، إلى بغداد، ومررنا بالفلوجة، ومن الفلوجة المرحلة الأخيرة للسفر وصلنا إلى بغداد. في الطريق من الفلوجة إلى بغداد يقول: مررنا على آثار معركة ثورة 20 واستحكامات العشائر التي أقامتها في تصديها للاحتلال البريطاني. يعني بعد 10 سنوات من الثورة ما زالت الاستحكامات والخنادق وآثار المعركة موجودة لم تزل، بمعنى أن الآثار كانت موجودة وكان بالإمكان توثيقها لو كانت هناك جهات معنية بهذا الأمر. وهذا يدل على سعة ساحة المعركة في هذه المنطقة، وهذا يمكن أن يبحث، هذا مفتاح لبحث هذه الجزئية تحديدا. أعود إلى موضوعي وباختصار الحديث عن أثر العلماء في ثورة 20، مشاركتهم وأثرهم في ثورة 20 مهم، لأن المشاركة كانت فاعلة والأثر كبير وواسع، ولكن أيضا لم يحظى بالقدر المناسب من الضوء، أو حظي بذلك ولكن يعني في جوانب معينة سيأتي ذكرها بعد قليل.
الورقة تتحدث عن تقدم عن أثر العلماء قبل الثورة لأنها تمهيد للثورة ومن ثم أثناء الثورة. فموقف علماء العراق مثلا من فتوى الجهاد التي صدرت عام 1914 عندما دخلت القوات البريطانية المحتلة إلى العراق، تداعى العلماء لنصرة الجيش العثماني وقتها، وطلب السلطان محمد الخامس بالنفير العام والجهاد، فتطوع كثير من رجال القبائل في الشمال والجنوب والوسط عربا وكردا وتركمانا سنة وشيعة، وأفتى إمام الجامع الأعظم وخطيبه وقتها جامع أبي حنيفة الشيخ محمد سعيد النقشبندي، غالبا المصادر التاريخية تقول وأفتى إمام وخطيب جامع أبي حنيفة وتقف. طيب من كان الإمام والخطيب؟ محمد سعيد النقشبندي، وسيأتي أثره بعد قليل. والمصادر دائما تذكره سعيد النقشبندي، اسمه الكامل محمد سعيد النقشبندي. وسافر الشيخ محمود شكري الآلوسي والشيخ نعمان علاء الدين الآلوسي والشيخ نعمان الأعظم إلى نجد لحث ابن سعود على دعم الدولة العثمانية وقتها، طبعا كانت الزيارة فاشلة. وشارك الشيخ نعمان الآلوسي في معركة الكوت سنة 1915، وكان ضمن لجنة استشارية مع القائد العسكري التركي المعروف نور الدين الذي دعاه لوعظ المتطوعين للجهاد من أبناء العشائر ومشاركته الرأي في أموره. وهنا شاركت العشائر الكردية وخاص بقيادة الشيخ محمود الحفيد ومن معه. وبعد احتلال الجيش البريطاني لمدينة بغداد اعتقل الشيخ نعمان الأعظمي سنة 31/5/1917 شهرا في خان كبة، ثم نقل إلى مركز أم العظام، ثم نفي للهند وبقي أسيرا فيها لمدة 2 عام و8 أشهر. أما في الموصل فقد أفتى بوجوب الجهاد الشيخ محمد أديب الجراح النقشبندي، وهو من علماء الشام وكان مقيما وقتها في الموصل ويعمل قاضيا فيها، وأصدر رسالة بهذا الشأن بعنوان رسالة الجهاد على فتوى خليفتنا الأعظم السلطان الغازي محمد رشاد. وألف العلامة أحمد فخر الفيضي من أجداد الشيخ الدكتور محمد بشار الفيضي رسالته إرشاد العباد إلى الغزو والجهاد سنة 1914، لبيان فضل الجهاد والحث عليه والالتزام بأحكام الشرع فيه وفتاوى العلماء. وزاد على ذلك بمرافقة العلامة محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل لاحقا الذي كان خارج العراق وقتها، فذهبا مع وفد من علماء الشام والعراق إلى جبهات القتال، ولا سيما في جبهة شناق قلعة في مضيق الدردنيل. وكذلك فعل في النجف المرجع السيد محمد سعيد الحبوبي رحمه الله الذي تطوع للقتال وحشد الناس لذلك، وقاد مجاهدي الفرات الأوسط في معركة الشعابة سنة 1914 متصديا لقوات الاحتلال البريطاني، وهو عين ما فعله الشيخ محمد أمين الشنقيطي الموريتاني الأصل عالم البصرة والزبير الأول الذي كان يوجه مجاهدي عشائر المنتفج صحبة شيوخ قبيلة السعدون، وهذه نقطة أيضا لم تسلط عليها الأضواء أبدا. وأفتى بالجهاد أيضا الشيخ مهدي الخالصي والسيد مهدي الحيدري وشيخ الشريعة الأصفهاني والسيد مصطفى الكاشاني وعلماء البلدات والأقضية في العراق عموما. فهذه مقدمة لمشاركة العلماء في التصدي للاحتلال البريطاني اللي استمر إلى ثورة العشرين. ندخل إلى ثورة العشرين، يمكن هنا رصد الأمور المهمة الآتية فيما يتعلق بمشاركة العلماء في ثورة العشرين وأثرهم فيها. النقطة الأولى، مشاركة العلماء وطلبة العلم الشرعي الفاعلة في الثورة قيادة وفعلا. النقطة الثانية، توزع مشاركة العلماء على مجمل الساحة العراقية في كل المدن العراقية. النقطة الثالثة، عدم نيل هذه المشاركة الاهتمام الكافي في غالب مناطق مشاركتها في الثورة مدنا وأريافا، واقتصار المأثور الكتابي عن الثورة على أخبار مشاركتهم في بعض أجزائها فحسب. النقطة الرابعة والأخيرة، منع عدد من العلماء من المشاركة في الثورة قسرا باعتقالهم قبل الثورة ونفيهم خارج العراق مخافة أثرهم، وسيأتي تفصيل بعض هؤلاء. النماذج نمر سريعا حتى نتجاوز لأن الوقت ضيق، نذكر نماذج سريعة وتقصت أن تكون هذه النماذج من مختلف المناطق العراقية شمالا جنوبا وسطا شرقا غربا. النموذج الأول هو الشيخ عطا الخطيب الذي ولد في مدينة شهربان سنة 1886 ثم أصبح مفتيا لبغداد سنة 1916، انضم في العشرينيات من عمره إلى حزب المشورة أو الشورى الذي تأسس سنة 1908 بعد إعلان المشروطية الدستور في إسطنبول،
ونشوب الصراع السياسي بين مؤيديها ومعارضيها مع عدد من الشيوخ والزملاء من علماء الدين، وسيأتي تفصيل ذلك. وكان الخطيب صريحا في الدعوة إلى مناهضة الاحتلال البريطاني للعراق ومقاومته، ومن الداعين للثورة عليه والممهدين لها، وله في هذا السياق مواقف كثيرة وخطب وقصائد أظهر توجهه هذا بقوة، وهو ما دعا قوات الاحتلال إلى اعتقاله ونفيه إلى الهند سنة 1917 مدة 3 أعوام. أيضا عاد إلى العراق، ثم عين سنة 1923 مديرا لإدارة الوقف ببغداد، ثم نشط في عمله السياسي وأصبح نائبا في مجلس النواب، ومات فجأة في الأربعينات من عمره سنة 1929، وسط شكوك بأن موته كان بسبب موقفه المعارض القوي في مجلس النواب. شرب فنجان قهوة باستراحة مجلس النواب، تخربط، نقل إلى البيت، مات، وانتوا عادين فهموها كمان. ثم بعد ذلك نأخذ الشيخ عبد الوهاب النائب رحمه الله، ولد في محلة الفضل في الرصافة ببغداد سنة 1852، وشارك مع عدد من أقرانه وطلابهم ورجال العمل الوطني ومثقفي بغداد في تأسيس حزب الشورى الذي ذكرناه قبل قليل. وكان معه في هذا الحزب شقيقه الشيخ محمد سعيد النقشبندي، وهذه معلومة هي معروفة، ولكن الشائع هذا لقب النقشبندي وهذا النائب، هذا نسبة للتوجه وهذا نسبة للعمل نائب القضاء، فكأنهما شخصان مختلفان وهما شقيقان. وكان معه أيضا الشيخ عطل الخطيب كما ذكرنا قبل قليل، وهو تلميذ النائب، والفريق كاظم باشا، والفريق محمد فاضل الداغستاني، والشيخ نجم الدين الواعظ رحمهم الله جميعا للتصدي لجمعية الاتحاد والترقي. في ثورة العشرين كان للنائب جهوده المعلومة تبنيا ودعما وإسنادا وقيادة، وأثيرت عنه مواقف معلومة من عقد المجالس وحث الناس على المطالبة بالاستقلال، مستنهضا الحمية والمشاعر الوطنية، مبين الأدلة الشرعية والحجج العقلية على ذلك، وخاطب العشائر ودعاها لواجب الجهاد ودعمها بالمال الممكن، حتى عده السهروردي زعيما من زعماء الثورة ودعامة من دعائمها قائلا: نادت الأمة به زعيما. سنة 1920 ينوب عنها في طلب استقلالها بوسط مشهد عظيم ضم عدة آلاف من أبنائها ورجالها الغيارة في جامع الحيدر خانة. ويقول حميد المطبعي: لما تطايرت شرارة الثورة العراقية 1915-1920، هذه نقطة مهمة، الثورة العراقية من 1915 إلى 1920، ثورة العشرين سميت كبرى لأنها تتويج لثورات مستمرة من الاحتلال إلى 1920، فاللي يريد يبحث تاريخ الثورة عليه أن يبحث هذه السنوات الخمس ولا يقتصر على أحداث من 30 حزيران فصاعدا. هب ينجد الوطن، هكذا يقول حميد المطبعي، ورحل إلى عشائره العبيد، لأنه عبيدي، يوزع عليهم فتوى قتال المحتلين الإنجليز وفتوى الجهاد حتى الخلاص، وأصدر فتاوى أخرى لتحشيد الجهد العلمي والوطني في جبهة صيانة الحدود والثغور، وجعل بيته ديوانا مفتوحا لشيوخ الثورة حتى يتفقوا على الخلاص. وتظهر وثائق الثورة أنه كان فاعلا فيها بقوة وناشطا في التحضير لها في بغداد بالتعاون مع جمعية حرس الاستقلال التي كان يحضر اجتماعاتها المهمة، ولا سيما الاجتماع المشهور في دار حمدي بابان في 3 شعبان 1388 هجرية، يعني 1920 قبل الثورة بأشهر. وحضره مفدان من النجف يحملان أخبار استعداد النجف للثورة إلى قيادتها في بغداد. واختير الشيخ النائب ليكون من مندوبي الثورة 15 لمفاوضة سلطات الاحتلال، وضم الوفد عددا من علماء بغداد ووجهائها، وقابل حاكم بغداد العسكري والسياسي في 2/6/1920 بعد حادثة جامع الحيدر خانة المشهورة، وكان معه في الوفد شقيقه محمد سعيد. الشيخ العلامة محمد جليزاد الكردي الشيخ الكبير الذي ولد في بلدة كويسنجق في أربيل 1876، كان للشيخ موقفه الداعم لثورة شمال العراق بقيادة الشيخ محمود الحفيد ضد الاحتلال البريطاني سنة 19، وإحدى مقدمات ثورة العشرين الكبرى، فضلا عن موقفه من مشكلة الموصل بعد الاحتلال، حيث وصل العراق سنة 25 وفد عصبة الأمم لاستطلاع الآراء بشأن إلحاق ولاية الموصل بتركيا أم بالعراق. فسافر الشيخ مع وفد قضاء كويسنجق إلى أربيل والتقى بالوفد، وجرى بينهم حوار مشهور جدا، حيث وجه رئيس الوفد سؤالا غير مناسب للشيخ ومن معه قائلا: تريدون الأتراك أم العرب؟ فغضب الملا محمد من صيغة السؤال وأجاب قائلا: قل أنا لا أجيب على هكذا سؤال.
بل قل هل تريدون أن تبقوا مع إخوانكم العرب في العراق أم تكونوا مع إخوانكم الترك؟ اسأل بهذه الطريقة نجيبك. الشيخ محمد حبيب العبيدي نتجاوزه لأنه ذكرنا من الموصل وذكرنا موقفه سابقا. ننتقل للشيخ محسن فتيان الراوي، عالم مدينة راوة المقدم ومفتيها، حيث كان الثوار يتجمعون في بيته من العسكريين وغيرهم، وتجمعوا في شعر حزيران، وخاصة ولا سيما أعضاء جمعية العهد العراقي كمنصور ظافر الطرابلسي اللبناني وحامد المدفعي وعبد الله سلام وفهد البطيخ الذي ذكره أحد الإخوة وكامل شبيب وعبد الحميد القشطيني وشريف الفضلي، وكان هم معهم من أهل المنطقة الشيخ نجلس القعود، شيخ عشيرة البونمر، ومشرف الدندل، شيخ عشيرة العقيدات في العراق وسوريا، وكان هؤلاء يعقدون الاجتماعات المتوالية لإعداد العدة والخطط اللازمة لتحرير مدينة عانة. وكانت القوة المعدة للتحرير تضم قوات نظامية من الخيال وأسلحة الرشاشات والمدفعية، فضلاً عن متطوعي عشائر البونمر والجغايفة والعقيدات. انطلقوا من ديوان الشيخ محسن الراوي لتحرير مدينة عانة، والعمليات اللي كان يقوم بها فهد البطيخ ومجموعته كانت تنطلق أيضاً من راوة بدعم وتأييد من الشيخ محسن. يصف أحد قادة الثوار في مدينة راوة أن بيت الشيخ محسن كان ملتقاً لهم وفيه تقرر مهاجمة عانة. فضلاً عن ذلك أصبح هذا البيت محطة لمن؟ للهاربين من قادة الثورة إلى الشام، ومحطة استراحة بعد انهيار الثورة، ومنهم مر به واستقر عنده مدة الشيخ يوسف السويدي، الشيخ محمد الصدر، الشيخ فيصل المغير، شيخ عشيرة الجحيش، وغيرهم من ثوار وسط وجنوب العراق، فضلاً عن الشيخ علوان الشلال، شيخ البومحيي في جنوب بغداد، والذي كان بيته هو الآخر ملجأ للثوار، لكنه أصبح مطارداً كذلك بعد انهيار الثورة. وبقي هؤلاء في بيت الشيخ محسن الراوي إلى يوم صدور العفو العام من بريطانيا في 30 أيار 1921، يعني بعضهم بقى تقريباً 8 أشهر في بيت الشيخ محسن. وهذا دور الشيخ محسن أيضاً يذكر لماماً لم تسلط عليه الأضواء، وهناك تفاصيل سأتجاوزها. أخيراً أختم بالشيخ عبد السلام الحافظ اللي ولد سنة 1292 هجرية في محلة الأكراد بالحلة، وكان مدرساً وخطيباً وإماماً وواعظاً في الحلة، وإماماً وخطيباً للجامع الكبير في الحلة. في نهاية شهر رمضان وزعت منشورات في السوق الكبير في الحلة تدعو للقيام بوجه الحكومة البريطانية لأنها قامت بحملة شعواء على المصلين وأهالي المدينة. واعتلى المنبر الشيخ كما تروي الروايات محمد الشهيب أو شهيب لتلاوة رسالة الشيخ الشيرازي، ثم تتابعت الكلمات ومنها كلمة رؤوف الأمين زعيم جمعية حرس الاستقلال في الحلة، والشيخ عبد السلام الحافظ خطيب جامع الحلة الكبير الذي هو من مساجد العراق التاريخية الأثرية ويقع في محلة الجبران بالسوق الكبير في المدينة، تم بناؤه سنة 1713 ميلادي في زمن الوالي العثمان يوسف بيك، وكان أقدم جامع ويعد أقدم جامع في المنطقة. أختم أخيرا بالشيخ عبد الهادي الأعظمي والشيخ الغريري. عبد الهادي الأعظمي هو المدرس في كلية الإمام الأعظم والكاتب والصحفي والقانوني والإداري والناشط السياسي المعروف. في ثورة 20 أخبر بأن السلطات الإنجليزية تريد القبض عليه، فخرج من الأعظمية بصحبة المرحوم الحاج محي الدين الأعظمي إلى قضاء الخالص، ومنها إلى منطقة المشاهدة، ثم التحق بالثورة في النجف. وأخيرا ننتقل إلى ديالة. الشيخ حسين أفندي الغريري قتله الإنجليز، وهو الشيخ حسين نصر الله الغريري إمام وخطيب جامع الشابندر المعروف في بعقوبة، قتله الإنجليز على باب بيته لأنه كان يفتي بمساندة الثوار ويدعمهم، فقتل على باب منزله مقابل الجامع في شارع خريسان بمحلة السراي ببعقوبة بسبب موقفه من الاحتلال ودعمه للثورة في مدينة بعقوبة. الخلاصة أن العلماء كانت لهم مشاركة كبيرة في كل أنحاء العراق بمختلف توجهاتهم ومذاهبهم وانتماءاتهم، وأن هذه المشاركة فاعلة، ولكنها إلى الآن في القرن 21 بعد حوالي يعني 100 سنتين في الذكرى 102 ثورة 20 إلى الآن لم يحظوا بدراسة حقيقية لأثرهم. الدراسات اقتصرت على أثر علماء الدين في النجف وكربلاء في الدعوة إلى الثورة والتهيئة إلى ودعمه، وأثر كبير ومهم وعامل أساسي من عوامل الثورة في الفرات الأوسط وفي ثورة 20، ولكن من الواجب علينا أن ننتبه إلى آثار العلماء الآخرين. هذا ملخص الورقة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور المثنى ابن الحارث الضاري الذي هزلندو بتشاها،
شكرا له على هذه اللقطات أو الصورة الدقيقة التي أعطاها عن دور علماء الدين في ثورة العشرين. نشكر لكم الحضور الكريم حضوركم وإصغاءكم، ونشكر لكم تفاعلكم بإحياء هذه الذكرى، ولنا وقفة مع هذه الذكرى في العام القادم إن يبقى الله سبحانه وتعالى في العمر البقية، بل نتمنى أن نحييها في بغداد الحبيبة لتبقى بغداد عاصمة لنا نحن العراقيين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.